والى الشان التونسي حيث اجرى وزير الخارجيه عثمان جراندي اتصالا هاتفيا مع نظير الايطالي لويجي دي مايو لمناقشه مستجدات الاوضاع في تونس واكد جراندي ان اللجوء الى القرارات الاخيره التي اتخذها الرئيس قيس سعيد كانت حتميه بسبب المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم في ظل الازمه الصحيه الراهنه وابرز وزير الخارجيه التونسي التزام تونس باحترام حقوق الانسان والحريات والمضي قدما نحو تكريس المسار الديمقراطي في كنف مؤسسات قويه وعادله. من جهته عبر الرئيس الوزير الايطالي عن دعم بلاده لتطلعات الشعب التونسي وثقتهم في صلابه المؤسسات التونسيه والمضي قدما في مسارها الديمقراطي.